بيستعد الفنان شريف منير للمشاركة في بطولة مسلسل جديد بعنوان إيجار قديم، وده من 30 حلقة وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت. مسلسل إيجار قديم هيكون من بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم، سمير، إلهام وجدي، بسمة داوود، وأسامة عبد الله، من إنتاج كريم أبو ذكري. المسلسل بيصنف إنه دراما اجتماعية بتدور أحداثه جوه عمارة سكنية عايش فيها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.